بسم الله الرحمن الرحيم. عاشوراء جسم ينحني له الناس، ونحن ننحني أمام سيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي وسيدنا فاطمة الزهراء والدهم وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا لو يأخذون بأطراف ثيابهم حتى نكون معهم في الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مع القول بأن سيدنا المهدي عليه السلام حاضر قريب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.